السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف دلوقتي ازاي نعمل سكادول ونحط فيه خاصية يس او نو، ويبقى في بعض العناصر بنتعلم عليها صح وبعض العناصر بنتعلم عليها لا. ممكن مثلا نعمل برامتر بالحاجات اللي اتوردت او ما اتوردتش. تمام، خلينا مثلا نشوف، نروح للمانج وهقول له بروجكت برامتر، واقول له اد واضيف برامتر اي حاجة مثلا، مثلا برامتر نسميه مثلا دون مثلا. تمام، وهتقول له بدل لينس هقول له يس اور نو. تمام، ابدا بقى اشوف هضيف البرامتر ده لايه. ممكن تضيفه لاي حاجه انت عايزها، ممكن تضيفه للحوايط مثلا. تمام، الحوايط رغم انها سيستم فاميلي بس ينفع تقدر تضيفها. تمام، موجوده اهي. تمام، انا هقول له مثلا الدور واقول له اوكي باللي بالشكل دوت. تمام، فممكن تقول له يس اور نو، اقول له اوكي واقول له اوكي. طيب، واجي هنا في الاسكادول اقول له انا عايز اسكادول جديد للابواب، واقول له الفيس هي الوركينج دروينج، واختار اهم حاجه بالنسبه لي البارامتر اللي احنا لسه عاملينه دان. وممكن تضيف بقى طيب مثلا او اي حاجه تانية انت عايز تضيفها. ممكن تضيف مثلا كاونت فينيش فاميلي طيب اوكي، هيبدأ يعمل لك الفاميلي. وهنا بقى لما تقول له يس اور نو او تدوس مرة كمان تختفي وهكذا، اللي هو كلها تقدر تحدد اللي انت عايزه منه. فدي مثلا الحاجات اللي اتوردت، الحاجات مثلا المقاومة للحريق وهكذا. طيب، شكله هيبقى عامل ازاي لما احط في شيت؟ خلينا نقول له نيو شيت واقول له اوكي، واضيف الجدول اللي اسمه دور جدول بالشكل دوت. فتلاقي ان هو لما يكون متعلم عليها يقول له يس، لما ما يكونش متعلم عليها يقول له نو.